وتذبح حسين زماني، وهذا تكرر وتكرر، وسجين بغداد يشهد على ذلك. 7 سنوات الإمام الكاظم بالسجن، أين شيعته؟ أين شيعته؟ كانوا يذهبون مشيا إلى كربلاء وحسينهم الحقيقي في السجن، أليس هذا تاريخنا؟ أين الشيعة؟ فقط حارسين كانوا على السجن، لم يذهب أحد ليخلص الإمام إلا ثلة قليلة. الإمام قال لهم أنتم مغلوب على أمركم اسكتوا. وهارون الرشيد في القصر الجمهوري والشيعة تصفق له، والإمام الكاظم في السجن 7 سنوات، 7 محرمات، 7 أربعينيات، إلى أن قتل الإمام ووضعه هارون الرشيد على الجسر وقال هذا إمام الرافضة. نعم، هنا جاءت الشيعة شنو؟ تشيع، تنصب شادر، هذا تاريخنا. والكربلاء، كربلاء تشهد على ذلك، تشهد على ذلك. إذن لا بد لمن يريد أن يكون مع الحسين في ركبه ومعسكره أن يكون اليوم عاشقا أولا للشهادة، لأن الإمام الحسين ما كان يريد علماء وياه، ولا كان يريد أبطال، ولا كان يريد مثقفين، ولا كان يريد مثلا أغنياء. عشاق شهادة، من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، هذا فقط فليرحل معنا. أن يكون عاشقا للشهادة، مضحيا من أجل الدين، يبحث عن الحق أينما كان. اسمعوها جيدا من مخلص، يبحث عن الحق أينما كان، وينصر الحق أينما كان، ويعادي الباطل أينما كان، أينما كان. وطني غير وطني عند رب العالمين ماكو هذه، لا عشيرة، لا وطن، لا قومية، لا حزب، الحق صعب. أين العشائر في كربلاء؟ هل جاءت عشيرة ونصرت الحسين؟ أبدا، أفراد، أفراد. إذن علينا اليوم، اليوم أن نعرف حسيننا ونعرف شمر زماننا، مو فقط نعرف الحسين، نعرف شمر زماننا. أما إذا كان ميزاننا وملاكنا ومعيارنا للإنسان الحسين العاشورائي ألفاظ فقط ومشاعر فقط وشعائر فقط، فبلا شك هكذا أمة قد تزور الحسين في حرمه وضريحه، وقد تمسك بالضريح وتقبل الضريح، ولكنها في نفس الوقت قد تحمل السيف ضد من ينصر الحسين ويرفع راية الحسين.